بسم الله، شوف مع بعض ازاي نتعامل مع الاوتوكاد. انا دلوقتي شغال على المايكرو ستيشن، عايز انزل ملف الاوتوكاد هنا. فليا كذا حاجه، ليا ان انا افتح اصلا ملف اوتوكاد عادي، هو بيسمح لي ان انا افتح اي ملف سواء دي جي ان او دي دبليو جي او دي اكس اف، وده الملف اللي ابدا اشتغل عليه. وليا ان انا اعمل امبورت لملفات الكاد دي جي ان ودي دبليو جي ودي اكس اف، وليه ان انا اعمل اكسبورت. انت كده كده اصلا بتسيف، ممكن تسيف دي دبليو جي او دي جي ان مفيش مشكله، اكسبورت وتروح قايل له انا عايز اعمل اكسبورت للدي جي ان او دي دبليو جي او دي اكس اف، زائد الامتدادات المعروفه زي الاف بي اكس اللي هو حاجه مشتركه بين البرامج زي السكتش اب، برنامج السكتش اب بتاع جوجل او جوجل ايرث او اي حاجه من الحاجات ديت، تمام. وليه حاجه اسمها ريفرنس عامله زي الاكسريف، ممكن اقول له انا عايز اعمل ريفرنس جديد اتش ريفرنس، وابدا اسحب اي ملف اوتوكاد اسحبه كريفرنس ليا، تمام. وتعامل معاه عادي زي ما احنا كنا بنتعامل مع الملفات الاكسريف في برنامج الاوتوكاد. دلوقتي انا شغال على الموديل. طيب لو انا عايز اعمل زي شيت، هاجي هنا من الموديل واقول له انا عايز اعمل شيت جديد او موديل جديد، يعني ليه ان انا اعمل شيت او موديل او اي زي ما انا عايز. اقول له شيت وابدا اختار الاسم اللي انا عايزه، تمام. واقول له انا عايز الماس بتاعه قد ايه، وتبدا تقول له الاورجن بتاع السايز بتاعي هيبقى مثلا A0 A4 A1 زي ما انا عايز. الاورجن بتاعي هو 00 ولا انت عايز تغيره ولا عايز تعمل روتيشن، اوكي. طيب لو انا عايز ارجع للملف اللي انا شغال عليه، مجرد اجي هنا واقول له انا عايز اشتغل على الموديل بتاعي اللي هو الديفولت زي ما احنا شايفين. فالموضوع سهل وبسيط، سواء انت عايز تشتغل على الاوتوكاد وتكمل على المايكرو ستيشن او العكس، هتلاقي الامور سهلة وبسيطة. ومن ضمن الادوات المساعدة الاداة ديت اكيو درو، دي بتساعدني جدا في الرسم. هشوف مع بعض مثال ليها. يعني بقول له مثلا عايز ارسم لاين، وحددت مثلا ان انا هرسم من هنا لهنا، تمام. بس انا مش عايز ارسم لحد هنا، انا عايز ارسم 80%، هروح كاتب على او في بوينت 8، ارسم لحد فين؟ لحد 80%.